ثلاث اسود بمكتب واحد. واحد اثنين ثلاث. اخوان الصوره اللي بعد هاي شوف، خلنا اقول لك القصه، هاي اول مره نزل اسمعها تمام. هل بتشوف انه علاقتك بالبالطو جاكيتات البالطو حب من طرف واحد ولا من طرفين؟ هذا سؤالك كثير غلط هذا. يلا فوز مين؟ الكلحة جراند الشارقة. أسعد الله مساكم أحباب قلبنا بحلقة جديدة من كبسة. اليوم يا أخوان كبستنا على مين؟ المدير، السي او، الاكزيكتيف شيف مانجر، الاكاونت مانجر، الاداره متعبيته يا اخوان متعبيته. عريس قادم وباذن الله لورنس المنسي 31 ايجنسي. انا جاي عليكم اقتحام للشركه باذن الله. ابو الدي بالطريق. طبعا يا جماعه الخير انا وصلت عند 31 ايجنسي، وهسه بدنا نروح نكبس عليه كبسه رجل واحد عليهم. راح تموتوا ضحك، تموتوا ضحك كلنا مع بعض. اه يلا ادخل 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 ادخل. عنده ميتنج السي او، المدير عنده ميتنج، فاتفقت انا وصبية عنده. بتقول لي لسه جوا، بقول لها شو الوضع؟ بتقول لي لسه جوا عنده ميتنج مع كوفي هاوس. هلا بالمنس. طبعا يا جماعه الخير لازم نطلع طابق لانه حاسس الموظفين شموا ريحه وبيحكوا له كل شيء، بيحكوا له كل شيء. هذول هيك ايد واحده. يلا اسمع هبه، بدي انا هيني استنى خليك على معي الخط عشان تفتح الباب. كبسة كل جزء بدي اطلع فيه انا. زين الساعة 12؟ مش قلت لكم سي او؟ الساعة 12 اوكي. كمل كمل. شقك شقك هسه. الساعة 12. الساعة 12 انا بكون بالشركة تمام؟ بكرة. ماشي حاضر. صار ادوا مش بقول لكم اكزيكتيف اسيستنت مانجر بدل العشرة المساء. والله لا، لو جيت انت بكره عادي الساعه بنكون مخلصين 12 1 بنكون مخلصين. سلم عليه. بسلم عليك ضياء ادهم. هسه انا بحكي له عن برضه الموضوع. ماشي ماشي ادهم يا حبيبي. خلص اوكي صار حاضر. هسا انت لو تشوف شو عندي هسا. جايب لي كل الاضاءه والتصوير معه، جاي عن برنامج كبس الجزء الثامن عندي. ماشي ماشي. طيب بعدين معك انت بتلاقيش حد تجي عندي. ماشي بنمون على بعض، شو هي مرحله الزفت يعني. مبروك يا معلم الخطبه. الله يبارك فيك. طب شو متاخر كثير. شو بدك من عرضي يا زلمه؟
انا ماخذ مشاهير مشغولين اخوان، انا ماخذ عطاء بقول لك المشاهير مشغولين. مشغولين مشاهير مشغولين. عندكم شيء؟ اقسم بالله لانه الناس بتحبك بس خلاص زي انت... الناس قرفوني. يلا يا اخوان هيا بالمجلس. خلصنا الجزء الثاني. ثلاث اسود بمكتب واحد. واحد اثنين ثلاث. يلا يا اخوان نبلش مع بعض. يعطيكم العافيه. ويا جماعة الخير احنا عند ابو المنسي بالثيري وان ايجنتس، عند المدير، عند السي اي او، عند المانجمنت كلها. هلكتنا ادارة ابو المنسي، هلكتنا. ممكن تغير وجهك لاقلب ام الكاميرات وروح. ما شوف شفتك عني قاعد بتفاجأ فيك قاعد. طبعا اخوان احنا ليش عملت مع لورنس كبستين؟ لورنس بين الكبسة الاولى اصلا فكرة كبسة طلعت لما احنا قررنا نكبس على لورنس، كنا وياه متناقرين فطلعت الفكرة من هون. بلس انا ما كنت محضر للحلقه اللي صورناها مع اول برنامج، بعدين الفعاليات اللي هذا الزلمه عملها بين كبسه الاولى لهسه، يعني بدي ملحوق انا بطلع من هون بدي منه كمان ثلاث حلقات. ابو المنسي يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. والله يا ريتو الف مبروك. الله يبارك فيك. الخطبه، الشركه، النجاحات، الاجسام الانسة البطوليه. ابو المنس طبعا هو شادد على الباي له خاطر يبوسه. بدنا نضحك، بدنا نعمل معك ثلاث فقرات خفيفة لطيفة ظريفة جدا. جاهز؟ ماشي جاهز يا ضياء. الفقرة الأولى يا جماعة الخير، لورنس كم جاهة رحت عند دار نسايبك؟ كم جاهة؟ كم مرة رحت؟ كم جاهة رحت؟ كم جاهة رحت؟ يعني كم جاهة ايش انه كم وافقوا علي؟ رحت أول مرة. مرة بس أعطوك الأوكي لأني محترم. والله بس كثير في احتفاليات على السوشيال ميديا وعلى الانستغرام، في كثير ايفنتس، كثير عندك ايفنتس. ايش طلبي زيارات بي. زيارات عندهم؟ لا زيارات انا مش عاتقهم، انا بس جمعه بعطيهم بريك، بس باجي بفطر الجمعه. حتى يوم العطله بفطر عندهم، بس باجي بفطر بس. الله عليك. هلا لورنس شوف بدي اقول معك صريحه، انا زلمه كثير قريب عليك تمام، كثير تغلبت وانا بحضر في الاسئله لاني بعرف كثير اجوبه، ففي شغلات ما رضيت احطها يعني اوتوماتيكلي لاني عارف رح زدت من هون تمام. فانا حطيت الاسئله اللي هيك نعطي للمتابع كم من إشي هيك نبسطه. أوكي أبو المنس ما راح أتعمق كثير بس هيك شفاف. وين صار كليك بالعلاقة؟ وين متى حسيت هذه هي فتاة أحلامي هيها؟ شوف خلنا أقول لك القصة هاي لو مرة نزل اسمعها تمام. يلا. كنا طالعين على ميتنج، كانت أمي معطيتني فترة إني أتجوز فيها لغاية 6 أشهر. معاك من هلا شهر 6 تكون خاطب، كيف ليش بفهمش؟ حلو. لانه خلاص انه يصير عمرك 34 ف استحي علينا. فيش داعي عشان لقدام تتعقد تصير طلباتك غريبه. حلو. هي دومت بالشركه، كنا دومت 15 يوم، عجبت تصرفاتها، خف دمها، بنت بنت عالم وناس تمام. فالمهم رحت على دار عمي قلت لها يما في بنت 1 2 3 4 في الشركه. هي بتعرف؟ هي ما بتعرف القصه يعني. انت مقرر لحالك؟ اسمع آية بنت، هو وافق بنت مرتبه، ف يعني خلينا نشوف الايام الجايه ان شاء الله اذا الامور بخير بنروح نتقدم لها. تمام تمام. راح الموضوع يمكن غاب 10 ايام عن القصه حكيها لامي. طالعين احنا على عندنا ايفنت بجامعه سميه تمام، فهي كانت دائما تكون معي بالايفنتات لانه هي بتحضر وبتسوي وبتعمل شو نسوي في الايفنت. فالمهم رنت علي امي، عاد ترن عليك امك تستحيش قدام ناس تفتح سبيكر، شو بدها تحكي امك؟ تسب عليك؟ شو حتسب عليك؟ يا بتعايرك انك انت موسخ الدار، يا هي قصص. فانا فاتح سبيكر وبحكي مع امي. المكالمه قعدت ما يقارب 12 دقيقه و21 ثانيه وانت صافن بجوز. لا نحكي 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 وانا فاتح السبيكر ولا بقول لها ما بدك اشي، بتقول لا سلامتك، بتقول لها ما تسالك سؤال على 21 ثانيه. على قديش؟ على قديش 21 ثانيه؟ بقول لها اموريني، بتقول لي البنت اللي عندك في الشركه اسمها آية، شو اخبارها؟ وهي قاعده جنبي. هي قاعده جنبي. انا لفيت وجهي، انا اكلت حالي اكل، قلت لها بخير بخير، هي جنبي سلمي. المهم بس هي طبعا آية صارت تضرب اخماس بازداد، مش فاهمه شو القصه، هي مش فاهمه شو القصه المسخمه. قلت لها يا جنبي سلمي سلمي، ولا بقول لها مرحبا يا خالد شو اخبارك تمام تمام. قالت لها يا خالد حبيت طبعا امي شو الخطر تقولها. وصلنا جامعة سمية بعد مليون، قلت لها امي ايش هيك سويتي؟ طب يا امي انا قايل لك استني شوي، قالت لها شو بعرف انك فتح سبيكر، بقول خلص نصيبك يلا روح. انا في اصدقاء كثير مقربين من اصحاب المتجوزين، رنيت عليهم قلت لهم 1 2 3 4 صار هيك 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 هيك. وانت مستحي كنت بالنسبه لها مدير، صرت موظف عادي. احنا مروحين على الشركه، صار موظف. انا بطل مستقيل.
مستغل من الشركه. اذا انت بتحكي القصه كانهم ماسكين عليك شيء صار هيك. انا قلت في ماسكين لك صور شيء. ايش في يا ابو المهندس؟ مروحين اسمع بصراحه. احنا مروحين على الشركه. انا جيت هون على الشركه مش راضي اطلع في وجه البنت. سحبت حالي وطلعت من الشركه. اطري لك كلمه ولا شيء ولا شيء. وحياه الله طلعت من الشركه ورنت على صاحبي ومرته قلت لهم تيجوا على الشركه. صدق تطلب هسه؟ مو هيك صار. عشان انا ما اطلعش ساقط. عشان هي ما تفكر لو 1% لبعيد انه انا حاكي اي كلام غلط عنها. مزبوط. تمام. قلت لهم تحكوا له لورنس طالبك على سنه الله ورسوله. خلاص انهي الموضوع. اتملس منك شيخ ابو المنس. اتملس ابو المنس. نتملس كلنا نتملس. انت بتروح عشان انت تخطب. انت دمرت 8000 علاقه اخوي. عشان انت تطلع بجيزة في 8000 جيزة جاي خربت. اجو قعدوا معها قولوا 1 2 3 4 حلو وهيك هيك هيك. شوف يا بنت الناس فكر في الموضوع. 1 2 3 هيك شبته. المهم بعد بكم يوم قلت لها بدي رقم امك والله كتب لي فيه النصيب. الله مبارك سيدي حبيبي. الله يتمم لك على خير. طبعا انا ما كنتش موجود يا اخوان بالطلبة. اكلت حالي اكل. اقسم بالله ايفنت اخوان. مباراة وحدات وفيصل اللي بيجي الجمهور قد بجع الخطبة. لورنس لو واحد ثاني قضاها عند دار نسايبه بفترة الخطوبة زي ما انت قاعد بتعمل شو بتبعت لي عنه على الانستغرام؟ بقول لك ولا عليه مذقل دب ما خذبه مقاول رايح جاي. عطاء يا زلمة عطاء. مستحيل علق على واحد خاطر. اي واحد بشوف بقول له ظلك عند دار نسايبك عشان ما يعلق علي. استمتع بهاي اللحظات. رسالة بحب يوجهها لورنس لكل بنت دخلت في حالة اكتئاب بعد ما انت خطبت. لا ما انا مش هالدرجة ملهم انه يعني انا البنات بتقطع الحال علي يعني ولا اكتئاب ولا شيء. فش يا شو هذا سؤالك كثير غلط هذا. فش ولا واحد دخلت اكتئاب؟ شو اكتئاب ايش؟ زمان واحد زمان لهالدرجة جورج كلوني. جورج كلوني لا هاي بعيدة هاي عني. لا والله الكل بارك والله الناس فرحت. والله احلى بالبد. لورنس لو هسا طبعا خطيبتك قاعدة تحضر اكيد لو بدك تهديها اغنية عند الكاميرا شو بتقول لها؟ يا بعدهم كلهم لعبد المجيد عبد الله. هون يا بعدهم كلهم. اعطيها هيك لعبد المجيد عبد الله. كان يا او يا ابن الاوادم. طب انا بعطي اللحن. لا انا ما اعرف اغني بس انا بقول لك انا هاي الاغنيه. طب مقطع منها واترك الباقي لهم. ايه في كلام كثير فيك بس انا مش حافظها. استعجلت خلاص عجبتني. في كلام كثير اسمعها بس الاغنيه لما اسمعها. حلو. يوم عزمت طبعا انت عزمت سابق على مطعم مزبوط قريبا مزبوط. امانه الله يا لورنس دفعت ولا كان اعلان؟ والله العظيم دفعت. اقسم بالله اقسم بالعظيم دفعت. بس الناس لانه في ناس مغتربين اكيد من برا لما يجي يعصب بقول لك وين هذا المحل. حلو. لا هم ربنا الله كنت عارف. اقسم بالله كنت عارف. والله يا ربنا الله انه الناس انه المطعم دار باله علينا بزياده يعني فانا حبيت كرم يعني انه اشكرهم. وانا قاعد جنب شب بقول لازم نطلع حتى نسايبه عزمهم على اعلان. الله انك مسخ. لا والله دفعت. لورنس بعد عمر طويل بس ربنا يرزقه صبي بده يكون ابو جمال. ابو جمال. ابو جمال رهيب ان شاء الله باذن الله. احلى ابو جمال. حلو. اي لايك على اسم الوالد الله يحفظه. حلو. حلو حلو الله يخلي لك اياه. ابو المنص صراحه لما تروح تنام حبيبتي تصبح على خير ولا الخط شغال وفاتح لا تصحو بصراحه؟ بطفي شحن جد. موجود فاتح. كيفك شو الاخبار؟ تمام خلاص بدك شيء؟ اوكي يا بنسهر بنحكي وبعد بنسكر يعني يوم 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 للخط يوم. اخلاق ابو المنس اخلاق. طبعا يا جماعه الخير خلصنا الفقره الاولى مع ابو المنس. فكرت خلص البرنامج انا الفقره الثانيه كان خرا. الكلحه جراند برمضان بيوصل لك الاكل سخن وطازه ولكل مكان. الكلحة جراند هوانا فلسطيني. الكلحة جراند الشارقة مويلح طريق الجامعة التعاون شارع جمال عبد الناصر المجاز 1. أبو المنس الفقرة الثانية جاهز؟ جاهز معلم. بدك تختار واحد عندك فواز أبو ربعية ضياء عليان وتامر بسيسو. ده أجل إيش؟ بدك تختار. بدي أسألك أسئلة وتختار. يلا فواز مين؟ عشان شو حكيت عنه عادي هذا. مين أكثر واحد فيهم مغرور بحاله وبمحتواه؟ تامر. أشهد. مين أكثر واحد فيهم بضحكك؟ فواز.
أعطي عنوان لكل محتوى بالشباب. تامر. خلاص بضلش سمك في العقبة. فواز. فواز ارجع للي كنت تسويه، خلاص بطلت تبين على الساحة، اختفى يعني. ضياء. بلشت ترجع بقوة حلوة. I love you. لورنس سؤال قدام الكاميرا واحكي للكاميرا مش لي، للكاميرا. طلع الكاميرا. أكثر واحد فيهم لو يتفتش تلفونه بتطلق. ضياء. ها أقول لكم بدي أعطيكم الباسورد، ها طلعوا طلعوا. 3 5 7 لا لا يا ضياء وفواز. فواز يا رب انا حطيك فواز اسوأ تليفون في العالم. سيء سيء تليفون سيء. فواز لو لو شاب بفتح تليفونه بتطلق يعني بالضروري برضه شاب. يا الله ما اسوأ تليفون والله يعني ما بتفهم. هو تليفون انت معلم، انت العلاقات اللي لسه مش مبنية خربتها وداخل على المبنية يعني كل شيء. بدك لحالك تكون متجوز لحالك. خلاص خلي بالك لو رصري. يلا بدي افهم بدي افهم. خلاص حكوا علي. تلفون ما اسوأه يا زلمة يا زلمة كل شيء عاطل. واحد يا ابو المنس لو تفش سر من اسراره بسكر السوشيال ميديا. انت حبيبي الله يرضى عنك. من بين الثلاث مين أكثر واحد بدخل إعلانات شهرياً؟ يا ممكن بوقت الحالي بينكو تامر. مظبوط. لو في يوم من الأيام واحد من هدول الثلاث قرر يشارك محتوى عائلته، مين أول واحد راح يكون؟ تامر. كابلز. لا لا مش كابلز بس يعني هو لأنه أصلاً مشارك بمحتوى عائلي يعني. حلو. مين بزبط من هدول الثلاث يكون موديل؟ فواز. بس إيش عم مسخرة بكون. لا ولا واحد ولا واحد واحد ظلم. هذا مش موديل يعني ظلم ظلم لليبران تطلعوا له انت ظلم يعني. ممكن مثلا ياخذوا على سيزات اكسين اذا اكسين توفر لدينا احجام كبيره. الله عليك. مين واحد لو رنت عليه بنت وطلبت تشرب معه كاسه قهوه وهو ما بيعرفها بيروح على طول؟ فواز وضياء. اذا ما انا انت لو كاست مي انا بروح بدون ما اعرفها. أنا بروح بس ما أعرفها. فواز. فواز. واحد عنده كثير مشاكل مع بحر العقبة. تامر. عنده مشكلة مع السمك شخصي يعني. تامر بقول لك أنا بدي يعني آخر إشي بقول لك بدي أروح أشوف السمك كيف بينام. يعني دايقه في نومه. يوم حتى مش يوم نزل نظف البحار. ويا جماعة وهيك الهم التنظيف هاد شط الغندور هاك. لا لا شو. هو إشي حلو اللي بسويه تامر العقبة كسياحة أنا فخور فيه. وحلو تمام بس هاك الهم البحر برو هاك يعني هو بتحسه يعني نفسه يفلتر البحر. في سمك مش عاجبه تشيله. أقسم بالله العظيم إنه جد بده يفلتر البحر. يصير يشرب هو لخاطر يصير يعمل هيك في الكاس ويشرب يقول له ميك بتقدر. بتقدر تسمع شباب. إذا نشف بحر العقبة مين أكثر المتضررين؟ تامر أولاده. بسكر السوشيال ميديا بقعد في الدار يا سامي. مش طبيعي مش طبيعي. طبعا يا جماعة الخير خلصنا المقال الثانية والنقطة الثانية. طبعا يا جماعة الخير بالفقرة الثالثة مع لورنس المنسي اللي هي صور. بدي أعطيه صور يا بده يرجعنا لقصة أنا وياه فيها يا شو بعني له هذه الصورة إلى آخره. الصورة الأولى يا جماعة الخير إيلون ماسك ماله؟ شو علاقتك فيه؟ لا حبايب يعني شو علاقتك فيه؟ بدي 30 سنة ضوئية توصل له هذا الزلمة. عمرته بردش درد على شو توجه له رسالة يا لورانس؟ أنت بتحكي جاد؟ أنا أوجه رسالة. أنا أوجه رسالة. زمان أكثر هذا أكثر إنسان بفكر في العالم صح. أقسم بالله. شو تحب تقول له؟ قيادي هذا. إيش تقول له؟ على العافية إيلون. حبيب القلب اشتقنا لك. شو عايش أقول له؟ قلعة تقلعك يا زلمة. قتلتني يا ابو الفاز قتلتني. طبعا غلطه عبر الزمن في بينها وراها سؤال ابو المنس. انا هاي يعني غلطه انا غلطه وسويتها وما بعيده في حياتي. في سؤال من وراها يعني في سؤال في سؤال اكبر غلط سويته في حياتي يا رب يسامحني عليه. طب في سؤال. ايش السؤال؟ هسه هذا كان المفروض ادويتو اللي غنى معك لا بالصوره ولا بالاسم ولا مكان ولا ممكن ولا موجود مكان عشان دفعت منيح. هذا عامل زي مورغان احمد مورغان لما قال له ينفع كده يا ابراهيم قال له ما ينفعش اشيل العرض. اشترى الفيلم كله الجامعه والمعلمات والطلاب. شاري كل شيء شاري الصوت وشاري والله العظيم غلطه يا رب سامحني عليها والله العظيم والله العظيم من اليوم اتضايق منها بزعها. خلاص الصوره
اخوان الصوره اللي بعد هاي لورنس المنسي. طيب شو جرامتهم؟ شو بذكروك؟ بايش في قصه؟ عمرك زرتهم؟ مره واحده من وراك. مع مين روحيت؟ من وراك انت. غلطه لك، انت غلطتها ودخلتنا فيها. اخذتني معك. اخذتني معك فيها. بس والله يعني طبعا كل الاحترام للجرائم الالكترونيه يا اخوان بالبلد، بصراحه قانون وانا اعشق هذا القانون. هم والله مرتبين يعني مش لاي شيء، بس يعني كثير ناس بصراحه انا بالنسبه لي مزبور. كثير ناس ممكن تتورط في مشاكل صح تلجأ لهم. الصوره اللي بعديها كلاب مالهم شو يا ابو المنس؟ كم كلب كان عندك في الدار؟ 14 كلب مربيهم في الدار. وين وزعتهم؟ توزيع ال14 عشان حرام ما يعني خلص انه بديش انه انا اهملهم ويموت عندي اشي، فاعطيت كل حدا. صورت اللي بحب كلب بجيب واحد بجيب اثنين بجيب انا تحمست اه وفي منهم وبعديها صار خلفي صار رمضان 18 لما خلفوا 18 و24 وزعت برضو اه. بس انا بعشق الكلاب يعني انا عندي عشق للكلاب لليوم اليوم اه. الصورة ما بعد ذلك شو ها ليانس اه هاي اما كنت اهبل. بحبه يا اخوان بحبه يا ابا كنت اهبل يا سلام. اخ والصوره اللي بعد هيك هي تعامل انسن ايه. انا بعت لك ستوري حدا لا انسى انت بعت لي ستوري وانا بعت لك ستوري. هاي محادثه يا لورانس بيني وبينك كله ضحك على ايش؟ طبعا مثلا يا اخوان شغلي بيني وبين ابو المنس اسمع. لما الله يجعل الناس معك بتطخ على المشاهير زي الستوري اللي قبل لا اطلع افضحك. مش مريح مش مريح. خليش احكي. لا قلبي مبغوظ. لورنس المسجات لو نزلت كمان واخذت سكرين شوت عادي. وين انزل كمان؟ قلبي بده ينزل بالورقه. تعمل هيك طبعا يا اخوان اقسم بالله المسجات اللي بيني وبين لورنس اقسم بالله العظيم. انا عامل ديليت لين كملات والله. عامل الديليت متوقع يا واطي. لا عشان لو ديليت سرق حساب سرق حساب انا اليوم عامل ديليت اذا هيك. يلا سلام يا اخوان. ويا جماعه الخير بفقره عشوائيات من برنامج كبسه مع ابو المنس. عشوائيات عشوائيات هيك نطش اسئله حلوه. لو يجي واحد هسه يطلب منك تمثل معه سكتش كوميدي بتوافق او لا؟ لا مثل معه يعني من عادي ليش لا ايش حلوه وين المشكله. حلو. هل بتشوف انه علاقتك بالبالطو جاكيتات البالطو حب من طرف واحد ولا من طرفين؟ انا بحبها يعني وهي بتحبني. حلو. لما حفت صارت تعشقك صارت تيجي يعني البالطو بالدار بقول له البسني. زمان كان يقول له شلحني شلحني ابوس ايدك كنت مبطن. دي الدرفيلي دي لما اشوف حالي بكره حالي زمان كيف كاين زي فواز والله جسمه كان عامل زي فندق الرويال. قصص النجاح تحت كل صورة على الانستغرام يا ابو المنس. هل هاي فضفضة ولا عبارات؟ لا هسه انت ممكن شوف انا النجاح يعني هذا بفضل الله، بس انت ممكن تعطي دافع لو شخص واحد يعني انه روح استمر يا اخي بلش عادي يعني شو المشكله. اقول لك لو وجهك راس مال من ابوك. بس هل هي فضفضه ولا هي نصيحه ولا هي نصيحة رساله؟ نصيحه وايش انت حاب تكتب برضه نفس الوقت. يعني هذول انت بتكتبهم لورنس فيش كوبي بيست. هل لورنس المنسي مثالي ولا ربنا ساتر عليها؟ اكيد ربنا ساتر علي مش مثالي. انا بحياتي انا طول عمري اقول للناس انا اوعى تفكرني شخص مثالي لاني بغلط اكثر منك. حلو صادق مزبوط يا اخوان. في شيء مره قريته واحد بيحكي انا مستور انا مستور وبحفظ الله. لا انا انا هي في شيء انا مستور انا لست صالحا لكني مستور لكني مستور انا مستور. نعم يا اخوان كلياتنا الله يستر علينا جميعا يا اخوان انا وانتو كل رأس وحتى المصورين كلهم. هل بتشوف خسارة إيلون ماسك 2 مليون من ثروته وهيقلل المنافسة بيناتكم؟ ليش دخلني في هذا السؤال؟ عشان إذا خسر 2 مليار أنت متعدي عنه يعني بصير اثنين نفس ليش موثقين. بس وجه الشبابين من الباطن موثقين. بس لا لورنس شخصية بتشبه مين من مليونرية العالم؟ يعني انت مين بتشوف شخصيتك جد
الملهم هاي ابو المنس مين؟ ما عمره جاب بالي هيك شيء يعني عن جد يعني جد؟ في هذا التاريخ هل لورنس المنسي كوميدي ام رجل اعمال ولا بلوجر؟ يعني اصلا رحت للبزنس زياده خلص بس هي الفكره. اوكي بتشوف حالك يا ابو المنسي معرض للاغتيال؟ زميلي شو الاسئله هاي؟ شو مالك زميلي؟ انت قاعد مع مين قاعد؟ كل شك في بني ادم يا والله الشباب اللي عطونا اسئله اقسم بالله زلمه كلنا 2000 ليره اللي معي حشرهم في البنك اذا بتقول اغتيال ايش يا زلمه؟ اغتيال بحبه والله بحبه صرفه تصرفه اسعد الله بس طبعا يا جماعه الخير هيك بتكون خلصت حلقتنا مع البلمانس الحمد لله خلصت بعد السؤال هذا ويعطيكم العافيه وبنشوفكم بحلقات جاي بيس الكلحه جراند الشارقه